يا ابو بدر، سلام عليكم. ما في جديد في الاتحاد؟ سددوا الديون واخذوا الكفاءة، والحين قالوا المدرب وما يبغوا اللاعب انريكي، وحيخشوا في شروط جزائية، وايش الفائدة؟ القرار الذي اتخذته إدارة الاتحاد في هذا الوقت غير مناسب، المفروض كان من بدري، الكل غير راضي عن كاريلي، المفروض من بدري، منذ الاستعداد، منذ المعسكر، منذ قبل انطلاقة الدوري. الآن سوف ترجع تعد فريق من أول وجديد. لا تنتظرون المنافسة جماهير الاتحاد، انتظروا البقاء في المراكز الخمس الأولى. تحياتي وشوقي. والله يا أبو بدر، إقالة كاريلي راح ترجع الاتحاد سنتين للخلف. كاريلي لن يتعوض. السلام عليكم استاذ وليد، امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. اذا كان في شيء اسمه تجديد الثقه بالمدرب، انا في شيء عندي اسمه تجديد الثقه بالرئيس استاذ المار حائلي، الله يعطيك العافيه. استاذ احمد كاكي نائب الرئيس، الله يعطيك العافيه، شكرا لك وشكرا لضيوفك الكرام. سلام يا منتشري.